في سؤال بيقول: هل السرافيم بيغطوا وجوههم أو وجه الله؟ العلامة أوريجانوس في النص السبعيني ذكر السرافيم بجناحين يغطيان وجه الله، لأن النص المكتوب تو بروسوبوم يعني وجه واحد. ونفس النص ده قاله القديس كيرلس الأورشليمي في بدايات كلامه عن الموضوع ده هوت، ومن الكلام ده عرفنا أن التسبحة السرافيمية انتقلت إلى كنيسة أورشليم من الإسكندرية. فما هو ما بيقولش تابروسوبا يعني وجوههم، فبيقول إن وجه الله وباثنين يغطيان رجلي الله يعني. وبعدين فيما بعد في القرن الرابع أعيدت صياغة النص كما هو معروف في جميع الكنائس اليوم. أشكركم شكرا جزيلا، ربنا عوضكم.